أحسن الله إليكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الباحة، المتصل الأخ حمزة. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ حمزة بالسؤال، الشيخ اسمعك الآن. حياك الله يا أخوي. أنا حبيت أسأل عن، أنا لي في المملكة فترة طويلة، أنا يمكن 15 عام. نعم. وحسب ظروفي المادية تعبة وكذا، أبوي يتوفى وأنا في هنا في السعودية، لذلك لحقت في أمي، وأنا إنسان مصاب بالسرطان الحمد لله لله الحمد وللمادة كذا، فهل علي شيء إذا كان علي إثم أو شيء أو أي حاجة؟ فأنا حبيت استفسر بس عن إذا كان علي إثم أو أي شيء يعني. طيب الإثم وش سببه؟ يا حمزة لماذا الإثم؟ عن أي، عن إيش الإثم؟ الإثم عن ماذا تأثم يعني؟ يعني عن مات أبويا وماتت أمي وأنا هنا فما حضرتهم، يعني ما وصلت دقوا علي فما أداني إن أنا ألحقهم. طيب أنا بعيد والمسافة طويلة، لذلك ما طيب ما يمديني، والحالة المادية كذا يعني أنت عارف كل شيء. في سؤال آخر يا حمزة؟ لا تسلم. فأنا من اليمن ولي هنا 15 عام زي ما طيب قلت. طيب وصل سؤالك، وصل سؤالك. طيب شكرا لك يا أبو عبد الله. نعود إلى حمزة من الباحة، سؤاله أنه مقيم 15 عاما في الباحة أو في المملكة، ولكنه لم يتواصل مع أهلي بسبب مرضه وتوفت أمه وأبوه، تفضل يا شيخ. نعم، إذا كان تأخر عن الحضور ولسبب يتعسر معه الحضور أو لقلة ذات يده واستعذر السفر عليه، يعني تعذر السفر عليها أو تعسر، فليس بمؤاخذ، ولكن كان الذي ينبغي أنه تواصل معهم بالكلام والسلام عليهم وسؤالهم عن حالهم. والآن مضى الأمر، عليه أن يدعو الله لهما وأن يبر بهما بالصدقة والدعاء وغير ذلك من أعمال البر، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويستجيب له. نعم.